نيجي بقى نتكلم في السيل كرييشن، ازاي نعمل الخليه اللي احنا شفناها دي من شويه. اولا الخليه دي هتتاخد، هتبقى بعد كده كاستم بارتكل، يعني هندخلها بعد كده بارتيكولر بحيث ان احنا نحطها في السين بتاعتنا زي ما احنا عايزين. فبما اني هعملها كاستم بارتكل فما فيش داعي ان تبقى الكومبوزيشن بتاعتها كبيره، تمام؟ لو انت بتعمل ديزاين بحاله اعمل كومبوزيشن كبيره زي ما انت عايز. فانا هروح لكومبوزيشن وهروح لنيو كومبوزيشن، وكفايه جدا جدا لو خليتها 500 في 500 كفايه قوي. اما دي فهنسميها سيل، وانا هسميها بيرث. نفس الموضوع مع عامل اوكي. هي كده جميله جدا وكويسه جدا. بعد كده هقوم جاي رايح عامل ممكن اعمل سوليد، وممكن اعمل شيب لاير، بس خليني اعملها سوليد. ميك كومسايز واعمل اوكي، وهاجي هنا واخد اليبس تول واخد حاجه صغيره. بعد كده هحط اللي هو التربولنت ديسبليس، تمام، وهخلي السايز بتاعه قليل، تمام، بالشكل كده. وممكن اخلي الاماونت كبير، ممكن ارفع الكومبلكستي لو انا عايز تفاصيل، بس كده هطلع بره الشيب اللي انا عايزه. المهم عندي بعد كده الايفولوشن، الت كليك، وهكتب تايم في مثلا 50، مش عارف شكلها عامل ازاي. افتكر كويسة، تمام، افتكر كويسة. هو بس السايز اللي هنقلله شوية او هنزوده سنة، والكمبلكسيتي هخليها 1 زي ما هي، بحيث تبقى يعني بالشكل ده. بعد كده هعملها دوبليكيت، وكل اللي انا هعمله بس ان انا يعني اقول ايه، اضغط يو او يو يو، واروح هنا واخلي دي مثلا 60 مثلا، تمام، والاماونت اكبره شوية، السايز اكبره سن، بس مش هعمل اكتر من كده. هخفي دي مؤقتا واروح لدي واضغط بي بوزيشن، وهكي فريم البوزيشن، وعند فريم مثلا واتيفر الفريم كام هخليها مثلا تاخد بوزيشن لحد هنا كده، تمام. يبقى هنعمل كده بالمنظر ده. نفس الموضوع الناحية التانية، هضغط بي و كده، والناحية التانية دي كده، دي نفس الموضوع، هتاخد بوزيشن ناحية، يعني هنعملها بالشكل ده، تمام، بس حاجة كده. جميل، هي دي يعني دي المين كومب بتاعتي، دي اللي هي السيل بيرث. طب هنديها بقى الافكت، تحس ان هو جواها حاجات ونيورون ونيورون وحاجات من دي، تتعمل ازاي؟ هاخد السيل بيرث دي واحطها في كومب جديده، وهسمي دي سيل فاينل، تمام، بس بحيث دي تبقى هي السيل فاينل. هنا كنت شرحت نفس الطريقه دي، كنت شرحتها في الليكويد في دبلومة الموشن جرافيكس، وهي طريقة سهلة مفيش فيها حاجة. لو قلنا هنا حطينا جوشن بلر وعملنا ريبيت اتش بيكسلز ورفعنا البلر شويتين بس، وبعد كده هناخد ليفلز، ان انا عايز ده اعمل جوه زي، انتوا عارفين انا عايز اعمل زي بوردر كده، انتوا عارفين زي الانر جلو بتاع الفوتوشوب، عايز اعمل حاجة زيه. فانا هروح للالفا المرة دي واضيق بقى الالفا لغاية ما تبقى
كده كده يبقى انت هتعمله لجوه، لكن انا عايز ده كده يبقى لبقى حاجه كده مثلا. تمام، حاجه دي المنظر اسمها ليكويد كده تفك من بعض. تمام، طيب بعد كده بعد كده بعد كده عشان اجيب الجلو ده اعمل ايه بقى؟ هنعمل كده وهنقول له فل بس اسود. تمام، طبعا كده مش باين اي حاجه، لكن عملت كده احنا عايزين نفل باسود. بس في الحاجه الاول قبل دي المفروض نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ طبعا نشيل فل، نشيل الفل. طيب احنا حطينا الجوشن بلار وبعد كده ليفلز، عايز حاجه تفرغ لي، تفرغ ده كده. فل يا سيدي، لا طب وبس الفل ولا هيعبرني بيرد والماسك؟ لا كده في حاجة ناقصة يا رب افتكر انا عملتها ازاي. طيب اروح للاير وممكن نحط هنا، ايوه هي جت معايا كده، هروح نحط انر جلو، انر جلو، انر جلو، بس هو ده. هروح للانر جلو وهخلي ده، معلش ده انا بصراحه وانا عمال اعملها كنت عمال اخترع فعذرا بقى. ف كده خلاص كده الفيل تمام والدنيا تمام. هنا بقى ممكن انا اتحكم في شكلها براحتي بقى، انا ممكن ازود الفيزر بره، ممكن اخلي الشاربن كبير اخليه صغير، هنا ممكن ازود البلار فخليها مور سوفت اكتر. تمام، فاعمل اللي انت عايزه واللي انت شايفه مظبوط، انا هعمل دي بالشكل ده كده. الحمد لله افتكرت. نروح بعد كده ل تربلنت نويز، تربلنت نويز عشان اضيف الحاجات اللي جوه اللي انتوا شفتوها. فانا بس عايز ارفع الكونتراست شويتين واخليها سبلاين مثلا تدي افكت احسن، وممكن اخليها دايناميك بالظبط كده، والبرايتنس كده نرفع الكونتراست. تمام، وممكن نزود الكومبلكستي فنجيب التفاصيل، ممكن نروح للسمارت ترانسفورم ونسحب السكيل شويه كده. تمام، الت كليك على الايفولوشن وهقول له تايم في مثلا 100. هلاقيها بالشكل اللي فيه نيورون ده. ممكن بعدها الافكت اللي تستخدمه على طول لما تشتغل في حاجه زي كده الفيكتور بلر، لو رفعت الاماونت هتلاقيها بالمنظر ده كده. ناخد السموز ريدج نرفعها شويه، والماب ننزلها سنه بحيث نجيب الحاجات اللي عامله شبه النيورونات دي. الاماونت مش عارف مش قوي يعني، افتكر هي كده كويسه. ممكن نيجي على الراي، ايوه بالظبط كونتراست جميل جدا. هنا افتكر ان هو الافكت لغايه كده كويس، اما هنا الريدج سموز هي دي اللي نلعب فيها براحتنا. تمام، عايز يبقى شكله زي العروق كده. ممكن الماب حاجه بالشكل ده، نشوف هنلاقيها بالشكل.
حلو قوي. ممكن السكيل نزوده نقلله على حسب الشكل اللي انت عايزه. تمام، انا شايف الدنيا كده كويسة جدا. ممكن بقى بعد كده نحط سي سي تونر، وبعد كده ممكن نحط الجلو. بس الجلو انا هحطه على واحدة تانية، انا عايز جواها طبقة كمان، فهعمل كنترول دي وهتبقى اد، بس عشان اديها انكماش لجوه شوية، فانا هاخد نفس الافكت اللي احنا اشتغلناه من شوية اللي هو السيمبل تشوكر، ونكمل في المحاضرة اللي جاية.